إخوة المشاهدون أيها المشاهدون الأعزاء أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة أيها المشاهدون الكرام أيها الإخوة السلام عليكم صحيك لغايه دلوقتي مالك يا بابا؟ لم مفيش حاجه تعبان اطلب لك دكتور؟ انا بخير يا حبيبي. بابا ارجوك تصارحني بكل حاجه. انا كنت اتمنى أحقق حاجات كتير علشانك يا أحمد، إنما مش كل حاجة الواحد بيتمناها بينولها. بابا كل فلوسي ضاعت يا أحمد، ما عادش عندنا مليم واحد. بابا أنت بتقول إيه؟ ما تخافش، أنا إن شاء الله هقف على رجليا تاني وأعوض كل اللي فات. مش ممكن أعرضك للبهدلة أبدا أبدا يا أحمد. انت عيلتي اهو، حصل حاجه لا سمح الله انت
علي. ابني الوحيد عاصم بيه، ابني اللي ماليش غيره، حسام. اهدي يا ست انت، اهدي. انا يموتي وسمي اشوف واحده ست بتعيط قدامي، ما اقدرش امسك دموعي. ماله ماله ابني، جراله ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عاصم بيه، ممكن تنسى انك شفتنا؟ ممكن، بس انت كمان تنسي انك كنت متجوزه كامل الورداني. بس انا ما اقدرش انسى ان ابنه عاصم بيه. هو انت ازاي يا جدع انت تدخل كده من غير اهم ولا دستور؟ ها حموده، سيبه يا حموده سيبه. انت جيت ورايا ليه؟ مش كفايه كنت هتروح مني؟ ما تستغربش يا عاصم بيه، عمر الشقي بقى رصاصك مش هيهمني. بتبص لي كده ليه؟ عايز تعرف ازاي نجيت من شرك؟ اريحك، الرصاصه فاتت جنب مني، وقعت عشان اجيلك يفتكرني ميت ويهرب، بس مسيره هيقع في ايدي. حموده يا ابني اقصر الشر. الشر هو اللي بدأه، والشر بالشر. ايه عاوز تقول حاجه تانيه؟ عايز اقولك اني ممكن اوديك في داهيه، بس انا مش حاربك بسلاحك، سلاح الغدر في الضلمه، انا حاربك في النور بالقانون يا عاصم بيه. يكون في علمك انا رفعت قضيه وهكسبها ان شاء الله، واي تصرف في مليم واحد يعتبر تبديد وسرقه. ده مش كلامي، ده كلام المحامي، فاهم؟ قلت لك مش عايزين حاجه، مش عايزين حاجه. يا ماما انت ايه اللي جابك هنا؟ ما كانش لازم تيجي. عن اذنك يا عاصم بيه، وهنتقابل، هنتقابل قريب قوي. ما تسمعش كلام يا عاصم بيه، ده ولد طايش. أنا لولاك يا ست سلمي أنا كنت قطعته حتت، كنت خليته ما يخرجش من هنا على رجليه أبدا. عقلي يا ست سلمي عقلي، المرة دي فاتت على خير، لكن مرة تانية لو وقف قصادي وقال حقي إيه؟ أنا هخليك تلبسي عليه أسود العمر كله. حاضر حاضر، حقك عليا، بس بلاش تأذيه من معروف، ده حيلة، ده حيلتي من الدنيا. مع السلامة. عاجبك كده وانت تقول لي من غير نقطه دم؟ شايف شايف واقف تحداني ازاي؟ كنت سيبني عليه واني اقدبه من غير دم برضه. اسكت انت كخابط في نافوخك. يا ويلك مني يا دبوري الكلب. انت مالك انت يا بابا بالحكايه دي؟ دي موضوع بينه وبين عمتي وابن عمتي، احنا مالنا؟ خلينا في حالنا. هم دول هيعرفوا حاجه ابدا؟ قال عمتك وابن عمتك قال، دول حاطين ايدهم في ميه بردي. وبعدين ما تنساش انني كبير العيله، مفيش مليم واحد هيروح كده ولا كده من غير علم. اه انا هتجنن. صحتك يا بابا مش كده؟ انا صحتي بوم، طول ما فلوس العيله تحت عيني انا صحتي بوم. وانت يا بابا ما بتفكرش غير في الفلوس، امتى بقى امتى امتى تروق؟ لاجلك اتكلم معاك في عباره جوازي، امتى؟ إيهاب الورداني موجود؟ خير يا شاويش. أنا إيهاب الورداني، خير يا شاويش. حضرة الضابط عاوز حضرتك. حضرتك طالبني أنا يا سيادة المأمور؟ أنا تحت أمرك وأمر الحكومة. حاضر حاضر يا سيادة المأمور، أنا حجيلك مع ألف مليون سلام. اطمنتي؟ لا. ليه بقى؟ ده المأمور بنفسه خد تعهد عليهم بعدم التعرض لينا، يعني أي حاجة هتحصل لنا يبقى هما السبب. ولما يحصل أبقى أجيبك منين؟ دول ما يهمهمش حاجة أبدا. يا ماما دول كانوا واقفين قدام المأمور بيرتعشوا. خلاص بالقانون هنوقفهم عند حدهم، وبالقانون برضو هناخد حقنا. مش هيطول مليم واحد، لا هو ولا أمه، وبالقانون اللي هو بيقول عليه. إزاي بس يا خال؟ هقول لك انا ازاي. احنا عندنا كل حاجه، الفلوس والجاه والمحامين الكبار والحيله، بسلامته بقى هو وامه عندهم ايه؟ انت تحمد ربنا ان ابوك ما ساب لهمش حاجه وساب لك انت كل حاجه، واللي عنده يغلب اللي ما عندوش. وانا هعمل ايه يعني؟ انت مش هتعمل حاجه، انا اللي هعمل كل حاجه. اذا كان ابن سلمى فاهم ان هو فلت من الموت، وفاهم ان التعهد اللي احنا كتبناه وصل لنهايه المطاف لاجل ما يمشي ويتحرك في امان، يبقى غلطان. هي دي بداية الحرب. حرب؟
ايوه يا هبيب، انت عشان تكسب لازم تجرده من كل املاك وبالقانون ومن غير نقطه دم. ازاي بس؟ اقول لك انا ازاي. اسمع، روح هات لي كل اوراق ابوك، كل ورقه عليها امضه ابوك هاتها لي. يلا ايهاب، لازم نلحق الحديد وهو سخن. أنا مش عارف انت بتفكر في ايه. في مصلحتك، في مصلحتك يا ابن اختي. يلا ايهاب، روح هات الاوراق. اوراق ايه بس؟ المكتب مليان اوراق يا عاصم يا اخويا، هيجيب لك ايه ولا ايه؟ خلاص افتش انا بنفسي، ان شاء الله اقعد اليوم كله ضوء. ايه ولكن؟ ما لكنش ولا حاجه. يلا يا نهاد تعالي فتشي معايا. ما هو مش معقول نقعد نتفرج كده والترك عماله تتسرسب من تحت ايدي، قصدي يعني من تحت ايدين. يلا يا نهاد امال. الو؟ ايوه يا استاذ شربيني موجود. ايوه شربين. ها، انا مش هاكل حق حد، كله هياخد فلوسه على دار المالين، بس صبرهم عليها شويه لغايه ما اعرف الم نفسي. ايوه، مع السلامه. خلاص تجار هيتجننوا على فلوسهم، صدقوا الدبيحه وقعت وبداوا يسنوا السكاكين. يا بابا، هي التجارة مش مكسب وخسارة، طب ليه ما يتحملوش معاك الخسارة؟ يا ابني المسألة أكبر من اللي أنت بتفكر فيه. دي فلوس ناس، بنوك وضمانات وكمبيالات وفجأة كل حاجة راحت. حضرتك ما كنتش مأمن عليها؟ للأسف لا. مش مهم، مش مهم أي حاجة، ياخدوا كل اللي هم عاوزينه. حضرتك أهم حاجة. بياما ناس بتقع وبعدين ترجع تقف على رجليها تاني، المهم إن هم ما يستسلموش لحد ما يخطوا الأزمة دي بسلام. علشان أخطيها محتاج مبلغ كبير. استلف من عم عاصم. عاصم، هي دي الورقة اللي أنا بدور عليها. ورقة إيه دي يا خال؟ شايف الورقة دي؟ أيوه شايف. إمضة مين دي؟ إمضة أبويا الله يرحمه. أنا بقى حشته بالكلام اللي موجود فوق إمضة أبوك دي بالمزيل ده. هنسجلها في الشهر العقاري بتاريخ قديم. ساعتها بقى حسام وامه يضربوا راسهم في الحيط، لا هيطول ابيض ولا اسود. ايه مستغربين كده ليه؟ لاجل ما تعرفوا ان انا بعمل لمصلحتكم. لكن ده ما يبقاش تزوير يا خالي. تزوير ايه يا بني ادم؟ المال مالك والامضه امضه ابوك، ده بس اسمه التحايل البسيط كده لاجل الفلوس ما تخرجش بره. ايوه بس دي فكره كبيره قوي يا عاصم. ايه من عاشر الام يعني هات يا اختي، البركه في سعيد ابني. سعيد؟ وايه دخل سعيد بالحكايه دي؟ ما هو ده الكاس اللي انا شربت منه، الكاس اللي شربني منه سعيد هو واخواله. وفرض طعنه في المبايعه، اعمل ايه بقى؟ قلت لك انت مش هتعمل حاجه، انا اللي هعمل كل حاجه. احنا بعد ما هناخد حكم من المحكمه انت هتعمل لي توكيل عام ان انا اباشر كل املاك ابوك، وساعتها كل حاجه هتبقى في ايدي، في ايدي انا. وساعتها برضه كل واحد يحط لسانه جوه خشمه، محدش يقدر يقف قصادي، حد يقدر يقف قصاد عاصم الطرشوبي؟
بلاش خروج بالليل. تسيبني وتخرج ليه؟ تسيبني قاعدة على نار ليه؟ عاوز تروح مني. زعلان، زعلان عشان خايفة عليك. معلش، ما انت ما تعرفش يعني ايه قلب الام. يا ماما سيبيني في اللي انا فيه. في حاجة حصلت؟ اتكلم قول. اطمني، ما حصلتش حاجة باللي انت بتفكري فيها. دلوقتي بقى في حاجات اهم. اهم من حياتك؟ حياتي وحقوقي الاتنين واحد. تقصد ايه؟ فهمني. المحامي طالب مبلغ كبير. تاني؟ لازم نتصرف. طب امال قلت العاصم ليه انك رفعت القضية؟ كان لازم اقول كده. انا سبقت بس بالكلام عشان يعرف اني مش هسكت على حقوقي وحقوقك. انا بستغرب ازاي ما يسيب لناش فلوس نصرف منها. هو انت مش مرات وانا ابنه؟ ليه يظلمنا حسام؟ ليه هم عندهم كل حاجة واحنا لا؟ ابوك عمره ما حاش حاجة عننا يا ابني. ما هو باين بدليل اللي احنا فيه. ما تظلمش ابوك يا حسام. انا اللي كنت دايما اقول له لا، كنت دايما اقول له كفاية وجودك بيني. لكن مات يا ابني، محدش ماسك عمره بايده. كان لازم تسيبيه. على الاقل الفلوس كانت نفعتنا دلوقتي بدل الورطه اللي احنا فيها. ولا ورطه ولا حاجه، ما احنا مستورين والحمد لله. بس سيبك انت من حكايه الميراث دي، بلاش نشوفيه دماغك دي اللي هتضيعك مني. التفت لمذاكرتك احسن. ونعيش منين؟ مش هخليك نفسك في حاجه، هشتغل ليل ونهار لحد ما تفرك. لا، انت لازم تقعدي معززه مكرمه. اسمعي، احنا لينا في ابويا زي ما هم ليهم بالظبط، واي كلام غير كده انا مش هسمع. هتجيب فلوس منين؟ هتصرف. والصباح رباح. مدام راكب دماغك، انا كمان هتصرف. دي تحويشه العمر، قرشين كنت شايلهم لتصليح المصنع، وهو كله من خير ابوك. خدهم، بس لما تكسب القضيه، وهتكسبها ان شاء الله، يبقى انت اللي تصلح المصنع. ما هو مصنع ابوه، مصنع الغلابه. انا ماليش فيه حاجه، بس هو بالنسبه لي كل حاجه. شكر يا عم غوري، ربنا يخليك ليا. ما دام ما همكش ووقفت قدام الظالم الجبار، ابقى انت البدايه مش النهايه. مش فاهم. انا بفتح عينيك، عاوزك تاخد بالك كويس، مش عاوزك تعمل زي بعضهم، تبص تحت رجليك. يلا يا ابني توكل على الله وشوف مالك. وانت؟ انا دايما معاك، دعوتي ليك سبقاك. بس ما تنساش المصنع ده امانه وانت المسؤول عنها. يخص عليك يا كامل، هي دي اخرتها؟ تتجوز عليا بعد العمر ده كله؟ ما كانش العشاء. انت لسه بتكلمي نفسك يا ماما؟ غصب عني يا ابني. ابوك يتجوز عليا بعد العمر ده كله، واحدة لا اصل ولا فصل. طب ليه؟ عملت فيه ايه؟ واللي غايزني اكتر واكتر انه خب عليا. طب ليه؟ انتي؟ ارجوك يا ابني، ارجوك ما تطردنيش ولا تقفل الباب في وشي. انا جاي اكلم والدتك كلمتين بس. مفيش كلام بيني وبينك يا ستي. ارجوك يا عنايات هانم تسمعيني، بلاش تعمليني على اني كنت ضرتك، بلاش تخلي الغيره اساس التفاهم بيني وبينك. غيره؟ انا اغير من واحده زيك؟ انت عارفه بالظبط انت ايه وانا ايه. ايه عايزه تعملي راسك براسي؟ الله يسامحك، أنا جاي أكلمك كأم. ابنها هو كل حياتها. ربنا ما يحرمك من ضناك يا عنايات هاني. أنا عايزة أعيش مع ابني من غير مشاكل، مش عايزة الطمع يخليني أبص حواليا ما لقاهوش. خايفة؟ أنتوا مش خدتوا علينا تعهد بعدم التعرض ليكم؟ يبقوا خايفة ليه بقى؟ وبعدين ده ابنك ناجح، ناجح قوي، بس أنا هدفعه تمن نصحته غالي. أنت جاية ليه وعايزة إيه بالظبط؟
أنا جاية لأجل أصفي كل حاجة وأتنازل عن كل حاجة. يمكن ابني يزعل شوية، لكن حياته عندي أهم من ميراث، مش هجني من وراء إلا الخراب. والمطلوب؟ عاصم بيه كان سبق وعرض على ابني مبلغ نعيش منه ونسيب لكم كل حاجة، وابني رفض، بس أنا بقبل. غريبة. ملعوب جديد. ملعوب إيه يعني يا تهانم؟ أنا عايز ابني يتخرج وياخد شهادته، ده أنا حتى جاية من وراه، بس نعيش منين وانتوا واخدين كل حاجة واحنا ما عندناش ولا حاجة؟ ايه جاية تشحتي؟ بطلنا نقدم احسان خلاص، وانتوا مالكوش عندنا ولا مليم، ومش حطوله مليم واحد. وشغل النصب والاحتيال والابتزاز ده ما يمشيش عندنا. معقول؟ معقول مفيش رحمة في قلوبكم للدرجاتي؟ انا مش عارف ابويا كان عاجبه فيك ايه. قدرت تضحك عليه؟ اتفضلي بقى روح اشحتي في حتة تانية. واحسن لكم بقى تشحتوا في بلد تانية، ولو حد منكم هوب ناحية البلد أنا هكسر رجله. كفاية كفاية، أنا غلطانة اللي ما سمعتش كلام ابني، كنت فاكرة أننا أمهات هنقدر ظروف بعض ونفهم بعض، لكن يا خسارة. برا برا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. هي حصلت ازاي ترخصي نفسك للدرجة دي؟ انا غلطانة يا ابني. تروحي لحد عندهم عشان تتنازلي عن حقوقنا؟ دي جريمة. وازاي ما تقوليليش؟ ليه يا ماما ليه؟ خوفي عليك عماني. أرجوكي ما تتصرفيش بعد كده غير لما تقوليلي. خلاص أنا ما بقتش صغير. حاضر حاضر يا ابني. وبعدين أنا خلاص رفعت قضية النهاردة. جبت الفلوس منين؟ من عم مغاوري. مغاوري؟ فلوس كان شايلها عشان يصلح بيها المصنع، وأنا وعدته لما أكسب القضية هصلح له المصنع، وطبعا إن شاء الله هكسبها، المحامي مطمني على الآخر. ربنا يطمنك يا ابني. ايه يا ماما بتعيطي ليه؟ انت زعلانة مني؟ انا زعلانة من نفسي. ماما ما تستغربش، بعد ما قابلت عنايته وابنها وشفت الغل في عينيه وشفتها وهي بتطردني، اتمنيت الارض تتشق وتبلعني. حسيت اني غلطانه غلطانه قوي، وانك انت على حق. انا دلوقتي بوصيك وصيه واحده بس، دور على حقك وتمسك بيه. اهو كده يا ماما، كده يبقى هدفنا واحد وطريقنا واحد. كان نفسي اسمع تشجيعك ده من زمان. اهم حاجه تاخد بالك من نفسك، بلاش سهر برا البيت، مش عايزه قلبي يكون عليه كل شويه. حاضر حاضر يا احلى واحن ام في الدنيا. يا خساره والف خساره، انتوا اكيد جرف نفوخكم حاجه. كنت عايزنا نعمل ايه يعني؟ تاخدوها على كفوف الراحه وتشيلوا مداسها فوق نفوخكم كمان. انت اتجننت يا عاصم؟ عايزني اشيل مداس عدوتي على دماغي؟ هو جرف مخك حاجه؟ حد يجي له فرصه زي دي حلاه لغايه ما بداره وما يكلبش فيها بايده واسنانه؟ فرصه؟ فرصة ايه بس؟ ترحبوا بيها، تفهم اللي قالته كويس، وانت بالذات كنت تمضيها على طول على تنازل بحقوقها وترضيها بقرشين، كان زماننا دلوقتي قدرنا نلوي دراعه بتنازل امه. لكن انتوا ولا انتوا هنا، كان فين مخك؟ وانت الغيرة علامتك. ما
ما طقتش اشوفها قدامي. يا خساره يا الف خساره. انت هتقعد تندب كده زي حريم المندبه؟ ما خلاص، ما احنا فيها، اي حد يروح يديها قرشين ويمضيها. بعد ايه؟ زمان المحروس ابنها فطنها، الفرصه ما تتكررش مرتين. هو بعد العيد ينفتل الكحك؟ وعم مدحت كمان. احمد اوعى تكونوا متضايقين مني. ارجوك يا سعيد ما تخليش مخك يروح لبعيد. خلاص يبقى اعرف فيه ايه وانا غريب. ما تشغلش بالك، حاجه خاصه بشغل بابا. يبقى اسال عم مدحت، هو هنا ولا في الشغل؟ عم مدحت بابا مسافر يا سعيد. سافر؟ مسافر فين؟ انت بتقول ايه يا مدحت؟ انت بتتكلم جد؟ فلوسك كلها يا نهار مش فايت. هو ده اللي حصل. انت تاني كنت بقول يا ما هنا ويا ما هناك، تلاقيتنا يملك على 30 40 مليون، يعني بلغه التجار اللي انت بتتمسح فيهم 30 40 ارنب. لكن يا خساره الارنب ما طلعش فلوس. عاصم انت بتقول ايه؟ أني لا بقول ولا بعيد، بلا عاصم بلا بتاع، ما خلاص المستخبي بان. هو أني حلاقيها من مين ولا من مين؟ أتاري أتاري أنا وبنتي نقبنا طلع على فاصوليا ناشفة وحمضي كمان. عاصم أنت بتشمت فيا؟ مش هي دي التجارة يا مدحت اللي أنت بتفهم فيها؟ مش هي دي التجارة اللي أنت بعت الطين علشانها؟ مش هي دي التجارة اللي انت بعت الأهل والإخوان والبلد بسببها؟ عاصم أنا مش جاي لك هنا عشان تقطمني، إحنا إخوات، وبعدين أنا جاي لك علشان أخد منك مبلغ أمشي بيه حالي وأكيد هسددهولك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما لقيتش غير الساعة دي بالذات عشان تيجي وتطلب فيها؟ يعني يعني كان من العين دي ومن العين دي أني ما أقدرش أعز عنك حاجة، خصوصا في وقت زنقة زي دي. انت عارف قبل انا لازمني قد ايه؟ من غير ما اعرف يا مدحت يا اخوي، هواني لو كان في امكاني كنت اتاخرت عنك، اي حاجه كنت تطلبها كنت جبتها لك في التو وفي اللحظه، لكن ربنا وحده يعلم ان في اللحظه دي بالذات اللي انت بتطلب فيه اني ما احتكمش على 100 جنيه على بعض. طب يا اخويا ولا يهمك، هتفرج ان شاء الله. بقول ايه يا مدحت؟ مفيش داعي انك انت تروح لاختك عنايات، لان هي كمان ما حلتهاش حاجه، كل فلوسها هي وابنها واقف لحد المحكمه ما تبت في القضيه. بتقفلها؟ طيب عموما انا كنت جاي لك وعشم كبير قوي فيك. ما كانش العشم يا مدحت يا اخويا. ايه على فين؟ ما تستنى نتغدى سوا ولا ميعاد القطر قرب. أنا بقول يعني يمكن تكون أنت بعت العربية، ما هي تنفعك في وقت الزنقة برضو تلاقي تجيب لها الشيء الفلاني. مع السلامة يا مدحت، مع السلامة والقلب دعيلة. الولا ملي مال يا خسارة، هي الدنيا ما بتبقاش على حال واحد. مساء الفل يا ست الكل، اديني جاي بدري اهو عشان لا تقلقي ولا تزعلي. الله، يعني فرحانه ومزقطه جدا يا ماما. الجلسه الاسبوع الجاي، والمحامي اكد لي ان احنا هناخد كل حقوقنا وان شاء الله هيتحكم فيها من اول جلسه. يا رب. معقول
عم يعمل معاك كده؟ أول مرة أشوف أخويا كده، كأن عمري ما شفته قبل كده. سايب دروسك وجاي ليه يا ولد؟ عمك اللي بعتك؟ عم مدحت ما يعرفش إني جاي. ولي انت بتضحك عليا يا ولي؟ عاوز تلعب عليا انت وعمك؟ عاوز تعيد معايا كرة اخوالك؟ يا بابا اسمع اسمع المفيد، احسن لك خليك في حال. انا عايزك تسيب بيت عمك وتروح تشوف لك سكن تاني من هنا ورايح، احنا في حالنا وهو في حاله. معقولة يا بابا تنسى اخوك لمجرد انه فارطة او ضاعت فلوسه؟ كل واحد ذنبه على جنبه مش على جنب غيره، وما دام ما عرفش يصون فلوسه يبقى مش هيعرف يصون ولاد الناس. قصدك ايه يا بابا؟ يعني الابن لابوه، ولاد الناس مش لعبه. مش فاهم. افهمك ما دام جيت بقى افهمك، روح قول لعمك ان خطبه احمد لسعاد اتفسخت. سعيد، ساعة ما رجعت من البلد وانت مش طبيعي، حصل حاجة؟ لا ابدا ولا حاجة. سعاد عيانة؟ لا سعاد بخير. اصلك ما جبتليش سيرتها خالص. اصلها قاعدة عند خالتها. هي اخبار عم مدحت ايه؟ كويس. كان لازم ابويا يساعده يقف معاه في محنته دي. امال اخواتي ازاي بس؟ عشان كده انت سافرت البلد؟ لا 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 ابدا. بالسرعه دي يا عاصم؟ البركه في المحامي، ودعوه مستعجله واوام اوام خدنا الحكم. مبروك يا هاب، كل حاجة دلوقتي بقت ملكك. ملعوب المبايعة خلى كل حاجة بقت في ايديك. عظيم، هايل هايل يا أحسن خال في الدنيا. خلاص بقى، من بكرة تيجي معايا نروح عند المحامي. ليه؟ ليه؟ يعني ايه ليه؟ أنت نسيت ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا؟ اتفقني؟ اتفقنا على ايه؟ احنا مش اتفقنا انك انت هتعمل لي توكيل عام، ان انا باشر بيه كل أملاكك، وانت بقى تلتفت لدروسك؟ لا يا خال، انت كده كتر خيرك، عملت اللي عليك وزيادة. الوقت بقى دوري انا. مش فاهم. انا اللي هباشر املاكي بنفسي. ايه؟ طب ومذاكرتك؟ مذاكرة ايه؟ انا مش عايز اذاكر، لا انا محتاج ولا محتاج، انا عندي شؤون هراعيها. ايوه بس دي مسائل كبيرة عليك. ما انت جنبي يا خال، ولو حصل حاجة لا سمح الله لازم اجيلك، مش كده ولا ايه؟ يعني انا طبخت وانت كلت على الجاهز؟ حضرتك متضايق؟ انا؟ لا ابدا، وحدقي ليه يعني؟ عن اذنكم. عملتوها؟ عملتها انت وامك وخالك؟ اللي حصلت تهاجم عليا في بيتي؟ سيبه يا ابن سلمى لاكسر ايدك، شايف يا عاصم؟ اخواته بيصطفوا مع بعض، انا مالي؟ يا لصوص يا حراميه، اوعى عينك اكسرهم. اطلب البوس يا خال. ايه دلوقتي بس خالي؟ ساعه المصايب خالي؟ انا هوديكم كلكم في داهيه، دي مبايعه مزوره متسجله في الشهر العقاري بتاريخ قديم، انا هدخلكم السجن انتوا والموظف اللي ساعدكم. ولا لم نفسك يا ابني سلمى وغور من هنا. خارج خارج يا عاصم بيه، بس ما تفرحش قوي، لسه الاستئناف، واللي وقع دلوقتي بالتزوير هيتصلح بعدين. امشي امشي. بلاوي بتتحدث علينا من غير ميعاد؟ ما تخافش يا هاب، ابو صوت عالي ما يخوفش، دي جعجعه على الفاضي، على راي المثل الكلب اللي هاو هاو ما يعضش، لكن ممكن يخربش. يخربش؟ يخربش مين؟ يخربشك انت يا هاب، وما دام راكب دماغك وعايز تدير كل حاجه بنفسك خلاص انت حر. يثبت التزوير ما يثبتش التزوير، انا ماليش صالح.
وحضرتك وحضرتي ماله بقى؟ أديك شايف من أولها وقال عليا وعلى أعدائي. لكن لو كنت أنا اللي ماسك أملاكك وبديرها كانت تفرق. تفرق إيه بقى يا خال؟ ما كانش يقدر يعمل اللي عمله دلوقتي. ها لسه مصمم برضو تقف في وش الطيار لوحدك؟ وأكتر من الأول كده. طيب سلام عليكم. كده تزعل خالك؟ ويزعل ليه؟ املاكي واملاك ابويا وانا حر فيه. معقول؟ معقول اسلم القط مفتاح القرار؟ تسيب الارض وتدفع ديون الفدانين لاما هخرب بيتك يا متولي ابو عوضيه. دول الفدانين اللي انا عايش منهم انا اولاد. انت مؤجر بالزرع ودي تاني زرع اني ما طولش منها الابيض ولا اسود. وانا في ايدي بس اذا كانت الفيران هجمت على المحصول وكليته. الفيران؟ انت اللي مش عارف تصون محصولك ولا عارف تصون لقمه عيشك. اسمع اني مش فاتح حوثيه. عاوز تفضل في الارض تدفع ديونها وتمن الزرعتين والا هبيعك هدومك. وانا اجيب منين بس؟ وانا حصدتهم عشان ادفع تمنهم. اعمل معروف امهل لي زرع الجاي وانا سدد كل ديون. عن الكلمه اللي اقولها ما عيدهاش تاني. عاصم بيه عاصم بيه يا عاصم بيه. حرام يا بيه ما يرضيش اشرد انا اولادي. ربنا ما يحرمكش من ضلك ويزود رزقك. حرام يا بيه حرام. روح يا شيخ ربنا ينتقم منك ويهنتك. سلام يا دكتور. احنا متشكرين قوي. خير يا احمد؟ عم مدحت ماله؟ الدكتور قال لك ايه؟ انهيار عصبي. ايه؟ الدكتور بينصح انه لازم يتنقل المستشفى عشان يكون تحت اشراف طب دقيق. للدرجه دي حالته خطيره؟ مش داري بالدنيا. مش حاسس بأي حاجة. بيبصلي ومش عارفني. أنا عمري ما شفت بابا في الحالة دي أبدا. بابا اللي كانت الابتسامة بالي عليه. بابا اللي كانت ضحكته بتملى الدنيا بهجة وسعادة. خير يا احمد؟ ده نورت عيلة الطرشوبي كلها. بابا هو السبب. حساسية عم مدحت الزيادة هي اللي وصلته لكده. ما استحملش صدمتين في وقت واحد. صدمة ضياع فلوسه، صدمته في اخوه ابويا. حمودي يا حمودي. ايه حموده؟ ما رجعش من الغيط يا بابا. حموده مش في الغيط، انا لسه معدي على الارض. انا نفسي اعرف الواد ده بيطفش يروح فين. اسمع يا حمودي، انا عارفه انك بتحبني بس انا مش من توبك يا حمودي. شوف لك سكه تانية. اني هتجوزك انت يا سعدية وبرضا ابويا كمان، ومش هتسيبوا الارض، وابوك هيبطل يشتغل بالزرع.
عايش منين؟ من أرضي، أقصد أرضنا يا سعدية. ما هو ملكي هيبقى ملككم أنتوا كمان. أنتي مش هتبقي مراتي وكلنا هنبقاش. موت يا حمار. موت يا حمار؟ وليه يموت الحمار يا سعدية؟ إن شاء الله عنه ما مات. أني هكلمه اللي يحصل يحصل. أنت النهارده. النهارده؟ لا دلوقتي حال. سلامة مدحت أخوي. إمتى حصلت الحكاية دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا أحمد، خليك أنت جنب أبوك. أني قريب قريب إن شاء الله. طيب مع السلامة. في إيه يا بابا؟ مدحت أخويا عيان ونقلوه المستشفى من شوية. عمي؟ أكيد سعيد هو اللي قال أحمد يتصل بيا. هو يعني أحمد هيهز طوله ويتصل بيا ليه؟ لأجل ما أسيب مصالحي وأسافر. ده أخوك يا بابا. هو أنا يعني لما بقى يا حد بيسأل عني يوقعوا نفسهم هم في المصايب وبعدين يجوا يقولوا الحقنا يا عاصم؟ يقطع عاصم وسنين عاصم ويا ريت بيطمر. السلام عليكم يا بابا. كنت صايع فين يا ولد؟ أنا عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. مش وقت، أني عندي الأهم. يا بابا مش معقول كده، كل ما عاوز أتكلم معاك في حاجة مهمة تقول لي في أهم. فعلا في اللي أهم من كلامك. يا بابا أنا كنت عايز أقول لك. اسمع أنت، الأسبوع الجاي إذا متولي أبو عوضيه ما دفعش إيجار الزرعتين تطرده من الأرض وتجيب حد تاني يحل محله. لا يا بابا لا. لا لا يعني إيه؟ نسيب الناس ترعى في أرضنا وتكسب منها وإحنا نقف نتفرج؟ أنت ما تجرف في نفوخك حاجة. ما هاني جاي عشان. عشان إيه يا والي؟ ما تتكلم. أصل إيه وفصل إيه؟ بالك الكلام وقف في حلق زورك، ما ترد. أدي بدي أتجوز. إيه؟ صحيح يا حمودي؟ ده أحلى خبر أنا سمعته النهارده. ده أحسن الأخبار النهارده كلها عكرة. فعلا آن الأوان إنك تتجوز يا والي. مبروك يا حمودة. ويا ترى منظر على حد من البلد؟ أني لك عندي عروسة. لكن إيه زنت العرايس؟ عروسة؟ إيه؟ إيه رأيك في بنت عزيز بيا؟ لا يابا أني قصدي إن في. يا والي دي عندها 50 فدان فواكه. طب اسمع بلاش دي. ايه رايك في بنت جابر المحلاوي؟ بنت صغيره ومقطقطه ولذيذه وارضهم جنب ارضنا لازم كده، وابوها كاتب لها مبايعه بكل الارض لاجل ما يحجب قرايبه واخواته. يابا اني اخترته خلاص. ايه اخترت؟ ايوه طبعا بعد موافقه حضرتك. اخترت مين بقى يا ولد؟ سعديه بنت عم متولي ابو عوضين. اللي معاه الحق ما يهموش الأول.